لسه راجع يا جماعة حالا من سوق الطيور. كنت رايح كده اخد جولة في السوق واسأل على شوية انواع طيور، وكمان كان معايا شوية ارنب كده كنت هبيعهم. بس بجد يا جماعة مفاجأة لقيتها النهاردة في اسعار الطيور، وعايز اقول لكم قولوا بقى كارثة في اسعار الطيور، قولوا صدمة في اسعار الطيور، لانها بجد يعني مفاجأة ممكن تكون حلوة لناس ووحشة لناس. الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة هيتكلم عن السوق وعن أسعار الطيور وفوايد العيد في الطيور. يعني احنا طبعا داخلين على العيد، والفيديو ده حصري النهاردة الخميس وقفة الوقفة. كل سنة وانتم طيبين ويا رب كل حبايبكم بخير، وتفضلوا دايما كده في وسط أهليكم يا رب، وتفضلوا دايما بخير طول العمر. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هننزل نعمل لايك للفيديو ونشترك في قناتنا يوميات الفزرعات لو مش مشتركين، ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. واي حد عاوز يشتري اي نوع يا جماعه من الطيور ديت، انا ببيع جميع انواع الطيور، صحي ومذبوح، تربيه وذبح، وكل حاجه يعني اللي انتوا عايزينها موجوده. هننزل يا جماعه نعمل لايك للفيديو ونرجع نشوف اسعار الطيور في السوق ايه، وايه السر الاسرار والخبايا والفوائد اللي ممكن تعود علينا بمناسبه العيد. تمام، هعلف الطيور ووزع لهم كده الاكل ونرجع نشوف مع بعض. يا جماعه انا اول حاجه كده كنت رايح ابيعها كان الارنب. كان الارنب سعر الارنب في شهر رمضان الكريم كان عامل كام يا جماعه؟ سعر الكيلو كان عامل 55 جنيه. قعد طول شهر رمضان بال 55 جنيه، تمام؟ بعد شهر رمضان يا جماعه نزل ل 50 جنيه. تتخيلوا النهارده كيلو الارنب، كيلو الارنب البلدي ب 30 واللي هو البطاريات ب 25. قسما بالله يا جماعه، قسما بالله، النهارده الارنب البلدي ب 30 ويعتبر الارنب المزارع ب 25 جنيه. متخيلين انهيار اسعار الارنب؟ متخيلين الفكره معايا؟ طبعا اي حد بيربي دي بالنسبه له كارثه ومصيبه، لان خدوا بقى عندكم هيفضل سعر الارنب كده يا جماعه لحد شهر 8، لحد نص شهر 8. طيب ليه هيفضل سعر الارنب كده لحد نص شهر 8؟ الهدف وايه السر انه يفضل سعره رخيص لحد شهر 8؟ طبعا يا جماعه احنا في الحر، والناس دلوقتي انا واحد من الناس وقفت خالص نهائي تزوج الارنب، ذبحت الذكوره وبعت الذكوره وسبت الاناتي اللي انا هربيها وسبت الذكوره الصغيره اللي بسمنها، تمام كده؟ علشان يا جماعه ايه دلوقتي حر، فاي حاجه بتتولد بتموت في الحر، تمام؟ فنيجي بقى في شهر 8 لما يخش علينا الطراوه نبدا ان احنا نربي الارنب وننتج الارنب. فبالنسبه يا جماعه لاي حد دي خساره كبيره جدا. طيب بالنسبه بقى للذكي الشاطر اللي عاوز يشتري، يروح يشتري دلوقتي. عايز تربي اشتري دلوقتي، عايز تذبح اشتري دلوقتي، عايز تبيع فيما بعد اشتري دلوقتي. هتقولي طب اشتري دلوقتي، ما هو مثلا ما فيش حد بيبيع. اقول لك غلطان، الناس بتبيع دلوقتي. قول لي بتبيع ليه دلوقتي؟ اللي عايز اكل، اللي عايز فلوس اكل، اللي خايف يموت منه من الحر، اللي عاوز المكان، او 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 انا بعت النهارده الكيلو على 30. عارفين بعت الكيلو على 30 ليه؟ ما عنديش اكل للطيور. ده انتوا شايفين انا حاطط للطيور ايه؟ حاطط للطيور عيش بتاع ده مكرونه. بصوا مكرونه قديمه اشترت، كنت شاري شكاره مكرونه بايظه كده من سوبر ماركت قديمه، فبعت غصب عني بعت. تعالوا بقى خد المفاجاه الكبيره في اسعار الطيور. كده خلصنا ركن الارنب والسبب اللي انا كنت رايح للسوق. وحرفيا اي حد عاوز يشتري ارنب يجيب دلوقتي الاسبوع اللي بعد العيد على طول. معاكم سوق الثلاث، سوق الاربع، سوق الخميس، سوق الجمعه، سوق السبت. السوق هتبدا تشتغل يا جماعه من يوم الثلاث. يلا بينا نشوف بقيه اسعار يا جماعه ومفاجاه الرومي. الرومي وسعر الرومي والمفاجاه بتاعت الرومي. طبعا الرومي الاسمر ما نزلش سعره من رمضان عن 65 جنيه المزارع، المزارع مش البلدي. ما نزلش سعر يا جماعه المزارع عن رمضان من 55 جنيه، من 65 جنيه ابدا. من والله يا جماعه من رمضان لحد النهارده وسعر الرومي البلدي ما نزل ابدا عن 65 جنيه. الرومي المزارع ما نزلش ابدا عن 65 جنيه، اللي هو الرومي الاسود ده. تتخيلوا بقى يا جماعه كيلو الرومي الاسود النهارده بكام في السوق؟ ب 50 جنيه، ب 50 جنيه ومش لاقي حد ياخده. طبعا ما حدش هياخده لان ده سوق لحمه، والبلدي يا جماعه بقى ب 60، المزارع بقى ب 50 والبلدي بقى ب 60، وهيرخص هيرخص.
عندك مناسبة، عندك فرح، عندك عزومة، عندك أي حاجة بعد العيد، هات وشيله، هات وشيله، ما بيحصلوش أي حاجة. اتبحكتك نظفها، اعصرها عليها ليمون وخل وشيلها في الفريزر، ما بيحصلهاش أي حاجة. عاوز تربي وتجيب حاجة كبيرة شغالة، هات دلوقتي، هات دلوقتي، هات دلوقتي على طول. ده كده سعر الرومي. تاني حاجة سعر البط المسكوفي. البط المسكوفي بقى يا جماعة هو اللي سعره يعني منهارش قوي، لانه كان ب65 بقى ب55، فرق 10 جنيه في الكيلو، تمام؟ سعره مش قوي يعني، منزلش قوي. الحمام، تعالوا بقى نشوف الحمام. جوز الحمام كان ب60 وب65 وب55 وب70، وكان غالي جدا 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 من رمضان لحد الفتره اللي احنا فيها دي. جوز الحمام النهارده يا جماعه رجع ل 30 30 و35 و40 ومش لاقي حد يشيله، لان ده يا جماعه سوق لحمه. كل سنه وانتم طيبين. عاوز تربي، عاوز تذبح، تشيل، عاوز اي حاجه، انزل اشتري معاك 15 يوم بعد العيد، 15 يوم بعد العيد، والاسعار هتبدا بقى تترافع شويه بشويه شويه بشويه وتغلى تاني. تعالوا بقى يا جماعه كده اقول لكم، قلت لكم سعر البط المسكوفي وسعر الرومي وسعر الارنب وسعر الحمام. تعالوا اقول لكم بقى سعر الوز وسعر البط البلدي يا جماعه وجمال البط البلدي. البط البلدي وجمال البط البلدي، ماله البط البلدي وبكام النهارده البط البلدي؟ البط البلدي النهارده يا جماعه في السوق كان عامل 55 جنيه، مع انه كان ب70 في رمضان، ويوم الحد كان في سوق الحد عندنا في الفيوم كان ب65 جنيه. واي حد يا جماعه يقول لكم اسعار غير كده كذاب. والمفاجاه الكبيره ان اسبوع العيد اي فرارجي عنده هتروح تساله على بط هيديهولك. لا، اصل الفرارجي اشترى مني دكر البط، عايز يبيعه، عايز الفلوس اللي دفعها لي، حتى لو مش هيكسب فيه، لو هيبيعه لك باصل ثمنه. اصل ثمنه خده من الفلاح اللي زي المربي اللي زي في البيت بكام؟ خده من المربي اللي زي ب 60، ما هيجيش يبيعه لك ب 60، ممكن يبيعه لك ب 55. قول لي هيبيعه لي ب 55 لا يخسر 5 جنيه في الكيلو؟ هقول لك دكر زي ده وقف عنده مش متعود على المكان، مش هياكل، مش هياكل. ده كان سعر البط البلدي النهارده. تعالوا اقول لكم بقى سعر الوز عشان نختم بيه الفيديو، وده حرفيا المفاجاه الكبيره. نيجي بقى للمفاجاه الحلوه اللي هي الموسم اصلا واللي كل الناس بتحبه. بس بصراحه يا جماعه ما انصحكمش قوي بشراء الوز من السوق لو هتربوه، يعني هتذبحوه اشتروه، هتربوه حاولوا انكم تجيبوا ايه من عند حد عنده سلاله حلوه ومضمونه ويكون ضامنها لكم. الوز يا جماعة في رمضان كان ب70 جنيه وب75 جنيه وب65، الوز النهاردة ب40 جنيه، قسما بالله كيلو ب40 جنيه وما لاقي حد يشيله، وقسما بالله ان انا التاجر رحت سألته عليه كان فاكرني هياخد معاه 6 وزات، قال لي تعالى خد الستة ب600 جنيه، الواحدة في رينج 2.5 كده 3، والله يا جماعة زي ما بكلمكم كده، وسعره لسه هيرخص تاني. أي حد عاوز يشتري أي طيور، عايز يربي أي طيور، عاوز أي حاجة يبدأ يجيب على طول. بكره جمعه ما فيش اسواق، السبت ما فيش اسواق عشان العيد، كل سنه وانتم طيبين. الحد ما فيش اسواق، الاثنين ما فيش اسواق، الثلاث في اسواق، هيكون الاسواق اجازه 4 ايام. طبعا انت عايز تشتري انزل اشتري، عايز تبيع ما تنزلش تبيع غير لو مضطر. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده.